ضمن جهود وزارة الداخلية في حفظ الأمن والاستقرار، تعمل قيادة خفر السواحل على مدار الساعة في حماية مياه المملكة الإقليمية وتقديم المساعدة في عمليات البحث والإنقاذ. على أرض البحرين الطيبة وبحارها الممتدة عين ساهرة، وعلى زوارقها المزودة بأحدث التجهيزات تخالف الأمواج في حماية مياه المملكة الإقليمية وتواجه كل ما يعكر صفو أمنها. قاطع من نعسان إلى خفر السواحل، بغيت النشرة الجوية، الرسالة واضحة. الرسالة جدا محاضة، يعطيك العافية. تغطيتنا هذه المرة رست عدساتها على إحدى نقاط خفر السواحل المزودة بمنظومة رادارية وكفاءات تواصل ليلها بنهارها في الحماية وتقديم العون لمن تاهت به الاتجاهات أو تعذر زورقه عن مواصلة الإبحار. تعمل قيادة خفر السواحل على مدار العام وخلال شهر رمضان المبارك في حفظ أمن حدود البحرية لمملكة البحرين، وذلك عن طريق عمليات مكافحة التهريب وتسلل البحرية وكذلك القرصنة البحرية، أيضا في تقديم المساعدات اللازمة لعمليات البحث والإنقاذ وحماية المياه البحرية، ذلك أيضا عن طريق أحدث التقنيات الأمنية واستخدام الزوارق المزودة بكافة معدات الأمن والسلامة. أيضا مؤخرا تم استكمال منظومة السياج الأمني التي ساهمت في تحقيق الأمن على حدود المياه الإقليمية، وكذلك أيضا ساهمت في فرض السيطرة والرقابة على المياه الإقليمية لمملكة البحرين. طبيعة العمل مالنا يكون احنا يومين بيكون من خلالها تفتيش السفن ومراقبة القوارب اللي تدش في منطقة الحظر من خلال غرفة الرادار. عندنا بعد طاقم يتم من خلال ذي الطاقم يتم تفتيش السفن والاطلاع على ما هو موجود في القارب من أدوات السلامة، من اللايف جاكيت، من طفايات الحريق، من دعوات الإسعافات الأولية، من اللوازم كاملة. وفي الوقت الذي يتثاءب فيه المساء يتواصل عمل دوريات خفر السواحل حتى يخيم الليل على المملكة والأمان يحيط مياهها.